تعمل كهوف الملح في مدينة الخرج بمحافظة الوادي الجديد على تنشيط الدورة الدموية وتساعد أيضا على علاج الجيوب الأنفية من خلال استنشاق الهواء كما أن كهوف الملح تخفف التوتر والإجهاد عن طريق استنشاق اليود الملحي خلال الجلسة العلاجية كهف الملح بالخرقة بالوادي الجديد سياحة علاجية للتخلص من الطاقة السلبية. كهوف من الملح الاستشفائية ومناظر طبيعية خلابة يأتيها الناس من كل الأفجاج من مختلف الدول الأجنبية والعربية لزيارة أيقونة الشفاء الروحي في الخرجة بمحافظة الوادي الجديد والتي تعتبر أهم مقصد سياحي استشفائي تم بناؤها وفق مواصفات ودراسات وتصميمات هندسية معينة. والملح الصخري الذي نستخدمه يتم جلبه من الصحراء الغربيه. كاف الملح ده اكتشاف عالم اجنبي اكتشفه لما لقى ان العمال في مناجم الملح عندهم الطاقه السلبيه قليله جدا والطاقه الايجابيه عاليه، لقى نسبه المناعه عندهم كبير، فاتضح ان الملح اليود الصخري هو سبب من اسباب رفع المناعه ورفع الطاقه الايجابيه. بدأنا فعلا نشتغل على السياحه الاستشفائيه خلال فترة الصيف. الكهف طبعا دي ليه فترة زمنية قليلة بس الحمد لله رب العالمين لاقى يعني إعجاب بعض سواء كان أجانب أو مصريين فدلوقتي بقي من ضمن المنظومة أو من البرامج اللي هي موجودة عندنا كهف الملح سياحة علاجية للتخلص من الطاقة السلبية وعلاج للأمراض الجلدية والتنفسية من خلال الجلوس في كهف الملح وهي طريقة قديمة تعود إلى القرن التاسع عشر حيث لاحظ طبيب بولندي انخفاض نسبه الامراض التنفسيه لدى العاملين بمنجم الملح وفكره ظريفه جدا بتشيل الطاقه السلبيه والملح غني باليود ففكره تستحق التجربه كهف الملح ده علاج عضوي لمشاكل العظم وامراض الجلد ولعل اهم فوائد كهف الملح هو خروج الطاقه السلبيه واستبدالها بطاقه ايجابيه ما يساعد في علاج الامراض التنفسيه والنفسيه والعصبيه وكذا امراض القولون والتهاب الجيوب الانفيه والحساسيه والربو وغيرها من الأمراض الصدرية مدة الجلسة 45 دقيقة أول 10 دقائق إحنا بنعمل مساج على الظهر والكتف والرقبة بالزيوت طبعا كل حاجة طبيعية وبعدين عمق الملح عندنا 50 سنتي بنعمل حفرة وبندفن نص رجلينا في الملح لأنه هو عامل أساسي لأن هو بيعمل على تنشيط الدورة الدموية في الجسم الإنسان الكهف مبطن داخليا بالملح الصخري الملح ده بيحتوي على 84 عنصر من عناصر الطبيعة أهمهم عنصر اليود عن عنصر اليود اللي موجود عندي في الغرفة هنا بيساوي سبع أضعاف نسبة عنصر اليود اللي موجودة في مية البحر اللي هي بتظهر من بعد أذان الفجر لحد قبل شروق الشمس لأن بعد شروق الشمس اليود بيتبدد بفعل الضوء والحرارة. كهوف الملح تعمل على تنشيط الدورة الدموية وتساعد على علاج الجيوب الأنفية من خلال الاستنشاق للهواء كما أن كهوف الملح تخفف من التوتر والإجهاد عن طريق استنشاق اليود الملحي خلال الجلسة العلاجية والتي تستمر من الثلاثين الى خمسه واربعين دقيقه في الجلسه الواحده